السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله هنكمل مع بعض الـ function وهنتكلم على الكول باك. طيب إيه هي الكول باك؟ بص، فاكر لما أنا كنت بقول لك مثلا function فن مثلا وإديناه متغير A و B؟ طيب أنا هديها متغير تالت اللي هو مثلا هسميه كول باك. تمام، وهنبدا نعمل البادي بتاعها، اقول له مثلا كونسول دوت لوج A زائد البي. بعد كده اقول له كول باك. انت شايف ايه جديد في الكود ده؟ طيب انت شايف ايه جديد في الكود ده؟ انا كتبت فانكشن عاديه جدا اسمها فن، مديها ثلاث متغيرات اللي هي الاي والبي وكول باك، ثلاث متغيرات لغايه دلوقتي ما فيش اي مشكله. طيب قلت له اول ما تخش واول ما الفانكشن تستدعى انت هتطبع لي الاي زائد البي، وهتروح تنادي على فانكشن ثانيه اللي هي اسمها كول باك. تمام، طيب يبقى انا المتغير الثالث اللي انا اديته له ده عباره عن فانكشن هو هيستدعيها، هي دي بقى اسمها كول باك فانكشن. طيب تعالى كده نعمل فانكشن ثانيه مثلا وليكن فانكشن فان 2. تمام، ودي ما بتاخدش اي متغير خالص، وكل اللي بتعمله بس بتعمل كونسول دوت لوج مثلا هلو من فانكشن فانك. تمام، طيب انا عايز استدعي الفانكشن اللي هي اسمها فان، بكتب اسمها وبديها متغيرات وليكن 2 و3، والمتغير الثالث اللي هو هيبقى عايزه هتبقى فانكشن. الفانكشن اللي انا معرفها اللي هي الفان 2 هي دي الكول باك فانكشن. طيب بتشتغل ازاي؟ هنعرف هي بتشتغل ازاي وايه لازمتها اصلا. فليكن مثلا انا جيت هنا عملت فان 2. طب انا هنا لما اجي استدعي فان 2 هل محتاج اعمل القوسين؟ قال لك لا، انت بتديها الاسم بس وهو من نفسه هيعرف انها فانكشن وهيروح يستدعيها وهيرنها. طيب ايه اللي هيحصل؟ رجع لي 5، يعني هو دخل في فانكشن فان عمل كونسول تو بلوك اي زائد بي اللي هي 5. بعد كده راح نادى الكول باك فانكشن اللي هي فان 2، قال له كونسول تو بلوك هلو كذا 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 فان 2، راح ايه طبعها لي. طيب هو ايه بقى الصح اللي بيحصل؟ نفترض، يعني هو طبعا احنا مش هنشتغل بالكونسول على طول، بس احنا واحنا شغالين ان شاء الله باذن الله في النود جي اس، الكول باك فانكشن دي اللي بيحصل كالاتي، هو ما بيروحش يعمل لها اكسكيوت على طول، يعني هو هنا جه عمل كول باك عمل كونسول دوت لوك اي زائد بي، بعد كده راح استدعى الكول باك. هو هنا ما بيستدعاش الكول باك، هو بياخدها بيروح يوديها في اللي طبعا اللي بيعمل كده البي ات انجن، بتروح توديها لحاجه اسمها ويب اي بي اي. ويب اي بي اي دي هيروح يعمل لها اكسكيوت، ملوش دعوه خالص بالبرنامج. طيب نفترض ان كان في مثلا، يعني مثلا هنا تحت القوس ده اللي هو بتاع الفانكشن، في يعني مثلا انا هنا استدعيت، لا اسف، مثلا انا هنا استدعيت الفان 2. تمام، وتحت الفان 2 بعد ما استدعيتها كان في كود تاني مكتوب، هيروح ينفذ الكود اللي مكتوب وساب الكول باك زي ما هي، والكول باك بيتعمل لها اكسكيوت لو هتاخد وقت زي ما احنا اتفقنا. طيب بعد ما يخلصها بيبدا يرجع القيمه بتاعتها، فاهم قصدي؟ يبقى الكول باك يعني اكنها بتمشي على ثريد تاني غير الايه المين ثريد بتاع البرنامج. يعني مثلا المين ثريد بتاع البرنامج هو ماشي فان 2 زائد 3 زائد فان 2، تمام، هيروح ياخد فان هيروح ينفذها، هيلاقي ايه ايه زائد بي، هيروح ايه عمل لها ايه كونسول دوت لوك ايه زائد بي، هيلاقي كول باك هيروح ياخد الكول باك دي يمشيها على الثريد التاني. يبقى بيعمل ايه؟ يبقى ايه هو دلوقتي بقى عنده عباره عن اتنين ثريد،
ثريد شغال ان هو بي اللي هو مكتوب فيه البرنامج، بقيه البرنامج لو فيه تكمله هيكمل، والثريد الثاني اللي هو بيعمل له اكسكيوت للكول باك فانكشن. بعد ما تخلص الكول باك فانكشن هيبدا يرجعها للثريد الاولاني. يعني ميزه الكول باك فانكشن ان انا ما بعطلش البرنامج، دي اسمها اسنكرونايز فانكشن او كول باك فانكشن، ان انا ما برجعش الـ يعني ايه، ما بعملهاش اكسكيوت، يعني البرنامج مش هيقف هنا، بيعمل لها اكسكيوت بعدين ايه بيكمل البرنامج. طيب تعال نشوف، على فكره يعني ان شاء الله باذن الله هنفهم اكتر لما نخش في الـ في النود جي اس واوريها لك اكتر. مثلا نعمل ايه، نعمل مثلا فانكشن مثلا نسميها فان 1 مثلا، تمام. فان 1 دي نفترض مثلا بتاخد متغير او ما بتاخدش متغير، ما بتاخدش متغير، تمام. دي هيبقى جواها فانكشن تانية اللي هي set، اسف، set time out، تمام. طيب set time out دي بتاخد call back function. على فكره هي دي اصلا يعني دي متعرفه جوه، متعرفه في البي اتش انجن، يعني هي متعرفه اصلا في البرنامج. فالست تايم اوت دي بتاخد فانكشن ونمبر. طيب الفانكشن اللي هي هتاخدها تبقى ايه، كول باك فانكشن. طيب هنديها مثلا فانكشن فان ونبدا نعرفها. لا اسف عشان بس ما تلخبطوش، مالكش دعوه باللي انا عملته دلوقتي، هنعرف كل حاجه. ونقول مثلا كونسول لوك مثلا هلو ان فانكشن فان، تمام، ونقفل القوس ونقفل الفانكشن. وبعد كده نديها المتغير التاني. خلي بالك انا كل اللي عملته هنا ايه، بص انا هنا المتغير الاول عباره عن فانكشن، انا عرفتها بس المتغير الاول هنا، المتغير الاول اهو عباره عن فانكشن وعرفتها جوه، تمام. بعد كده جيت قلت له مثلا 10000، 10000 دي اللي هي معناها استنى 10 ثواني، تمام. كده انا خلصت ايه الفانكشن، اروح ايه اقفل الكوز بتاعي. كده الفانكشن اتعرفت اللي هي فان 1، هيخش جوه يعمل سيت تايم اوت لفانكشن اللي هي الفان، هيعمل كونسول دوت لوج فانكشن فان اللي ويستنى 10 ثواني. طيب بعد كده نيجي نستدعي الفانكشن دي، لو مثلا جيت كتبت فانكشن فان 1 مثلا، اهي هي ما بتاخدش حاجه، ايه اللي هيحصل؟ هو قال لك undefined، وبعدين اصبر 10 ثواني بدا يطلع الهلو فانكشن. طيب لو انا مثلا كنت جيت عملت كده مثلا استدعيتها اهو، بص خلي بالك بقى معايا، استدعيتها وانا بستدعيها عملت كونسول دوت لوج بسرعه بقى هاي، تمام، وطبعت طبع الهاي. خلي بالك هو لسه ال 10 ثواني هو مستنيهم على ايه، الناحيه الثانيه. يعني بص اللي عمله هنا كالاتي، عمل هلو فانكشن 1 وانا كنت لسه بكتب في كونسول دوت لوج. طب ايه اللي حصل؟ هو خلص الكول باك، بدا يرجع نتيجتها بعد ما استنى كمان ال 10 ثواني، بعد كده ايه راح مرجع لي طبع لي الهاي. طبعا هو انا ما شرحتش الكول باك فانكشن قوي بالمفهوم اللي هو كان ممكن اشرحه، بس باذن الله باذن الله اول ما نخش في النود جي اس معظم الفانكشن اللي احنا بنتعامل معاها هتبقى كول باك فانكشن، فهنفهمها اكتر باذن الله. تاني حاجه المحاضره الجايه ان شاء الله باذن الله او الفيديو الجاي هنشرح ازاي نسطب النود جي اس، وهنشتغل ببرنامج اللي هو فيجوال ستوديو كود وازاي نتعامل معاه عشان برضو يعمل لك مثلا اللي هو زي
اوتو كومبليت عشان برضو ما تتعبش نفسك وانت بتكتب، زي الكونسول كده مثلا. لما انا باجي مثلا بعمل كده كونسول، بص بيجيب لي ايه كل الكلمات اللي ايه اللي بدأت بايه بسي او، تمام. فانا ممكن اختار يعني، ممكن مثلا ما اعرفش اكتب، تمام. وطبعا بيجيب لي كل الكلام اللي انا ايه ممكن احطه فيه، والفانكشن دي ممكن تاخد ايه او الكلام ده كله. وباذن الله هنتكلم بعد كده عن الموديولز، ايه هو الموديول وازاي بنعرف موديول، وبعد كده باذن الله هنعرف بقى اول سيرفر لينا ونبدا بقى نشتغل شغل النود جي اس باذن الله. اهم حاجه ما تستنونيش من صالح دعواتكم، واشوفكم باذن الله. شكرا، سلام.